حياكم الله واسعد الله اوقاتكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارقه، حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الفقره المميزه، فقره سوقنا من سوق الجبيل. طبعا مثل ما خبرناكم سابقا السوق يتميز بثلاث اقسام، قسم الاسماك، قسم اللحوم، قسم الخضار والفواكه. اليوم بغطيكم ان شاء الله قسم الاسماك، تعرفي وياكم على مستجدات السوق والاسعار المعروضه، بدايه من هذه الدكه، دكه الربيان. ما شاء الله اليوم عندنا شباب ما تشوفون احجام مختلفه وانواع مختلفه من الربيان، عندنا الفلاور تايجر وعندنا الجامبو كم من نوع تقريبا او احجام مختلفه. نبدا وياكم طبعا باسعار التايجر فلاور. هنا السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب ما شاء الله اليوم عندك تشكيله كبيره من الربيان. زين خبرنا بدايه الفلاور كم هنا اليوم؟ هذا 40 درهم كم؟ 40 درهم. 40 درهم عندنا الفلاور، نزل سعره من 55 الى 40. والجامبو الابيض هذا 45. 45 هاي شوي صغار. هني عندنا الوسط الجامبو الابيض 55. 40 45 55 يعني اسعار تبشر مشاهدينا الكرام من اليوم، اسعار الربيان شويه نازله ما شاء الله. وعندنا هذا الفلاور هذا 65. 65 درهم. 65 درهم سعر الفلاور، هذا كان باع على قريب ال 70 وفوق ال 70. وهني عندنا الفلاور او التاجر الاسود هنا على كم ما شاء الله؟ 80 درهم. 80 اليوم. 80 درهم، كان على 90 درهم، اليوم على 80. وهذا عندنا الفلاور الكبار هنا هذا 75. 75 درهم، الفلاور الكبار على 75 درهم. وعندنا بعد هني تاجر فلاور بعد الصغار كم؟ هذا 55. 55 درهم، 55. واخر شيء هنا كم؟ هذا 50. 50 درهم عندنا سعر الربيان اليوم ما شاء الله اسعاره طيبه. ومن غير عندنا اليوم ما شاء الله اللبستر مثل ما تشوفون هني او ام الربيان، طلع لنا وحده بويه نشوف كم وزن الوزن اللي فيها كم. هذه هذا كيلو حبه حبه مره حبه كيلو على كيلو. هذه بكيلو، وكيلو كم اليوم؟ كيلو 90 درهم. 90 درهم الكيلو على 90 درهم. طبعا نزل سعر اللبستر كان ما شاء الله على 105 دراهم، اليوم سعره على 90 درهم، واحجام كبيره مثل ما تشوفون عندنا بوزن 100,000 جرام اللي هي تقريبا تطلع لنا كيلو، ما شاء الله سعره طيب. ايضا بننتقل وياكم مشاهدينا الكرام بنشوف الدكه الثانيه، عندنا هني من ما شاء الله الهوامير الكبار، وعندنا البواليل، وعندنا الزبيدي، وعندنا الهوامير المقطعه الشرا الفيليه مثل ما يسمونه، لكن هاي المقطعه الشرايح هنا عندنا اليوم هنا. السلام عليكم. كيف حالك بي؟ شو اليوم الهوامير ما شاء الله؟ عمر كيلو 45. 45 هذا الكبار ملنشات؟ لا مطراد. مطراد هذا ها؟ مطراد ما شاء الله على 45. والبواليل على كم؟ صغير بعد كيلو 45. 45 عندنا. والزبيدي اليوم؟ الزبيدي كيلو 35. 35 درهم الزبيدي، نزل سعره من ال 45 الى 35 درهم. طبعا هذه مثل ما تشوفون عندنا الاحجام اللي هي تقريبا صغيره بعد اقل من الشبر، لكن ما شاء الله عليه طلب بعد الزبيدي ما شاء الله، سواء الكبير او الصغير عليه طلب دائما مستمر، واليوم سعره رخيص على 35 درهم. وهذه عندنا مثل ما خبرناكم شرايح الهامور هني على كم هذه بوي؟ هامور فيليه كيلو 75. 75 هذا سعره ثابت بعد ما تغير الان على ال 75 درهم، سعره ثابت ما شاء الله ودوم عليه طلب، حتى في فتره ما تحصلون ولا قطع ما شاء الله مخلص. بنشوف وياكم هني عند فاروق. فاروق السلام عليك. وعليكم السلام. فاروق انت تقول اليوم اسعار نازله. انزين خبرنا شو الاسعار؟ فيليه 55. 55 سالمون كبير كامل 32. 35 كان اول؟ اول 35 الحين 32. 32 نزل سعره الى 32. عندنا شوفوا الاحجام هذه 4 كيلو ونص اليوم. أيوة. على 32 ما شاء الله اسعار طيبه. والصغار اول 30 اليوم 28. 28 درهم. اسمك كامله كم بيطلع سعره؟ ممكن يجي 85. 80 85 الى 80. طبعا هذا عندنا السالمون النرويجي مشاهدينا الكرام، الشرايح عندنا على 55، الكبار شوي بين 4.5 كيلو الى 32 من 35، وهناك كان سوما على 30 وصل الى 28. شكرا فاروق، ما شاء الله اليوم بدايه الفقره مشاهدينا الكرام تبشر، الاسعار طيبه، احنا يعني بنكمل بنصير قدام نشوف بعد اسعار اسماك الطراريد عندنا شو اسعارهم اليوم. بس شوفوا هنا عندنا هذه الاسماك اللي تينا طبعا المستورده من البلطي عندنا والسيباس والسبريم، وهناك البياح المصري، واسعارهم تقريبا شبه ثابته ما تغيرت، هني على 14 درهم. كيف حالك بي؟ صح السعر 14؟ اي 14. وهني 28 سيباس، و26 السبريم، 26 عندنا السبريم، و20 درهم عندنا اللي هو البياح طبعا اللي تينا او البوري طبعا اللي هنا من مصر، هذا سعره ثابت ما تغير، اسعار مناسبه مشاهدينا الكرام، الحمد لله، يعني هذه الاسعار انا اقول لكم يعني كملت فوق السنه، فوق السنه ما شاء الله واسعارها ثابته. بنكمل وياكم بعد بنرجع شوي ورا بنشوف المحلات او الدكات الثانيه، ما شاء الله في اقبال كبير على شوفوا الاسماك المستورده، احد الزباين هنا يختار له انواع معينه، وعندنا هني القباقيب ما شاء الله. القباقيب على كم بوي هنا اليوم؟ 25. 25 25 درهم. 25 درهم. وهني بنشوف وياكم بعد ما شاء الله هذا على 25 درهم.
نرجع ورا شويه. زاهر السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب تفضل معانا، اسم الكريم محمد. كيف حالك محمد؟ الحمد لله تمام. محمد واقف شو خذيت، بلطي ولا سبريم ولا شو خذيت؟ لا سوبريم، يعني احنا سبريم. اسكندرنا بيحب السوبريم اكثر اهم حاجه. ها ما شاء الله. تخلون المفتوح ويسمونه انتم؟ لا بنشوي زيت وليمون. زيت وليمون بقى وتستعملون حركه السنجاري هذه؟ البوري بقى بنعمله سنجاري. البوري سنجاري ايه. وتحطون عليه الخلطه الخاصه المصريه؟ طبعا طبعا. زيت وليمون طبعاً. كيف الطعم بعدين؟ رائع طبعا. عندك عزومه ولا لحالك؟ انا وزوجتي واهلها موجودين ما شاء الله. كيف ريت السوق عندنا، سوق الجويل؟ اول مره تزورنا ولا؟ لا انا بقالي تقريبا سنتين بزوره على طول. لا بصراحه بسم الله ما شاء الله حاجه نظيفه جدا يعني ومحترمه. كيف الاسعار يا محمد؟ الاسعار لا ممتازه بصراحه. احيانا تطلع احيانا تنزل. اكيد اكيد، بس يعني الافضل ان هي بتبقى ثابته على الكل، يعني مش ما فيش فروقات ما بين الناس اللي موجوده داخل المكان. نعم. فبتبقى افضل بكتير يعني، بتريح يعني، انت بتبقى بتتعامل مع شخص معين عارف ان السعر اللي هو بيقوله خلاص يعني. وهل تشوفه دائما طازج ما شاء الله؟ طبعا هذا شعار معروف. طبعا يعطيك العافيه محمد، اتمنىك التوفيق ان شاء الله، ونقول لك هنا وعافيه ان شاء الله. شكرا لك. شكرا يا محمد. ما شاء الله احد الزبائن مشاهدينا الكرام. طبعا اشترى ماخذ سبريم وعنده عزومه شكل اليوم، ما شاء الله عنده هلا وهل حرمته. وهنا عندنا بعد ما شاء الله شوفوا الاسماك اللي وصلت حاليا، بعد من الاشياء الطيبه عندنا هني السكل، عندنا الجش الصال عندنا، وعندنا العندق هنا. السكل على كم بويه؟ كيلو 20 بويه. على 20. على 20. والجش الصال 20 ما شاء الله. والعندق كم هنا عندنا؟ 25. العندقه تقريبا سعرها ثابت مفتره على ال 25 درهم. بنشوف وياكم الهوامير هنا بعد كم ما شاء الله؟ 55 درهم سعر الهوامير عندنا. وصلنا الحين على 55 درهم سعر الهوامير. بنكمل وياكم بعد مشاهدينا الكرام، بس ما شاء الله في زاهر ناخذ. تفضل نطلع نرجع ورا شوي هنا بنشوف لين ما نشوف الاخوه هني المواطنين واقفين يشرون. السلام عليك، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب شو اخبارك؟ الحمد لله. ايش حالك؟ بشرني عنك. الحمد لله. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله كيف حالك يا عبد الله؟ شو اخذت من السمك يا عبد الله؟ قباب. اخذت قباب؟ اي نعم. مشواي يعني؟ اي مشواي. ما شاء الله، وعيش ابيض مشواي. شو بعد اخذت يا عبد الله؟ بس هذا اخذته. ما اخذت شعري؟ ما اخذت شيء؟ لا. شو السعر زين طيب؟ زين الحمد لله. الله يوفقك يا عبد الله، بارك الله فيك. ما تقصر يا عبد الله. نشوف وياكم بعد مشاهدينا الكرام هنا، ما شاء الله عندنا اقبال الزباين على الدشات الثانيه. اخونا روبل. روبل سلام عليك. السلام عليكم. تفضل يا روبل. تفضل يا روبل. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب روبل خبرنا اليوم شو الشخيلي عندك؟ شخيلي 30 درهم كيلو. 30. 30 درهم الشخيلي، بعد سعره ثابت ما تغير مشاهدينا الكرام. وعندنا الجش الصال. صال كيلو 25. 25 الصال عندنا. إيه. والكوفر ما شاء الله. كوفر كيلو 35. 35 الكوفر، على 35 نزل سعره من ال 40 الى 35 حاليا. والشعر العربي كم يا روبل؟ 35. 35 ما شاء الله. 45 كان 45 و40 اليوم 35. على 35 درهم. انا من عرفت الشخيري واصل على 30 توقعت ان الشعري نازل سعره. تعال يا روبل بنشوف وياك الصيرم هذا، ما شاء الله شو عندنا؟ عندنا زريديه. زريدي متي متى ما تبروحها ما شاء الله. كم اليوم؟ زريدي كيلو 50. 50 درهم. والجش عندك؟ نفس السعر 25. 25. والنعيمي؟ نعيمي 40. 40 درهم للنعيمي. وشو عندنا عدتش بعدنا ما شاء الله؟ عندنا الحمراء، وعندنا الصافي، وعندنا جش ام الحلا، والصافي الصنيفي، والحلوايو. الحمراء كم اليوم؟ حمراء كيلو 35. 35 الحمراء. والصافي العربي كم؟ صافي العربي كيلو 45. هذا من البر هذا؟ لا مو من الغبة. هذا من الغبة على كم؟ 45. 45. وعندنا الجش ام الحلا 30. 30 درهم. والصافي الصنيفي 40. 40. طلع لي اسمك وحده يا روبل، خراوي مشاهدينا الكرام. الاحجام الموجوده عندنا ما شاء الله من الصافي الصنيفي، شوفوا الاحجام الطيبه، وعلى 40 اليوم كيلو 40. كيلو 40. وعندنا الحلوايو يا روبل. حلوايو بعد كيلو 40. 40 درهم. إيه. الحلوايو بعد على 40 سعره ثابت، الحلوايو ما نزل الى الان ما شاء الله. الحلوايو مثل ما خبرناكم من الاسماك الطيبه اللي تصلح للمشواي. روبل والهامور كم اليوم ما شاء الله؟ هامور 65. 65 درهم. جزاك الله خير يا روبل. طبعا الهامور الى الان سعره ثابت مشاهدينا الكرام، 65 درهم سعره ما تغير الى الان، واذا نزل شوي يوصل الى 60 درهم. متابعينا مشاهدينا الكرام، جولتنا كذا تكون خلصت وياكم من هذا القسم المميز في سوق الجبيل. طبعا قسم الاسماك عرفنا فيها وياكم على اسعار الاسماك، مثل ما لاحظت اليوم اسعار طيبه، اسعار نازله بدايه من الربيان، وطبعا ختمناها مع هذه الدشه الطراريد، واسعارنا طيبه الحمد لله تراوح بين ال 40 وال 30 وال 25، والهوامير سعر ثابت الى الان على ال 65 درهم. يعطيكم العافيه، نرجع نكمل باقي فقراتنا في الاستديو مع الزملاء، ونحن نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. مع السلامه.